بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي فوق الجميع، هل استوعبها الجميع إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين. حلقة اليوم تحمل الرقم 875، ويبدأها المهندس عدلي بالسؤال الجدلي: هل استوعب الجميع معنى الأهلي فوق الجميع؟ أنا أرى أن دي أهم كلمة يجب أن نعيشها كلنا. أهم من انتصارنا لرأينا، أهم من انتصارنا لمصالحنا، أهم من فكرة أن إحنا عايزين بس إيه نقول أنا قلت لكم وأنا أول واحد قال السبق الصحفي والإعلامي، أهم من مين يوصل ومين ما يوصلش. مصلحة النادي الأهلي فين؟ إذا ما عرفناهاش يبقى مش عارفين معنى الكلمة دي. يا أستاذ إبراهيم، إحنا عايشين حالة من عدم السعادة بالنادي الأهلي، ودي حاجة غريبة جدا في الوقت اللي غيرنا بيفرح بيه بأي انتصار وبأي توهج لنجم من نجومه وبيساند فرقته وهي في حالة نهضة من كبوتها فيقدر يقومها. احنا عمالين نتحاسب على الكمال، والكمال مش موجود في اي حتة. اعتقد ان انت مجهز مضمون يشرح لنا معنى هذا الكلام. حناش ده عايزين كله نحب الاهلي ونجعله فوق جميع انتصارنا لوجهة نظرنا حتى. صحيح.